السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. ماذا يحدث للمفقودين في الفضاء؟ الفضاء تلك المساحة الغير محدودة الذي نراه جميعا أنه مكان غامض وجذاب جدا ويحيط بالكوكب الذي نعيش فيه، فقد جذب انتباه البشر منذ آلاف السنين. لابد أنكم تأملتم الكون سابقا وطرحتم على نفسكم الكثير من الأسئلة، لكن في نفس الوقت ليس ذلك المكان جميل فقط، فهو مخيف وخطير وأحيانا مميتا للبشر. فإذا انتهى بك المطاف خارج السفينة والمحطة الفضائية سوف تضيع وتفقد الاتصال. فماذا سيحدث للشخص المفقود في الفضاء؟ فقد تم التخطيط للذهاب إلى الفضاء في أواخر القرن التاسع عشر، حيث اكتشف العلماء حينها أن أي جسم يتمتع بالقوة والسرعة اللازمة للتغلب على الجاذبية الأرضية ويمكنه الحفاظ على تلك القوة لمدة معينة سوف تمكنه من تجاوز الغلاف الجوي، وكذلك إذا وصلت الطائرة للسرعة المطلوبة للتغلب على الجاذبية والحفاظ عليها لفترة كافية فستكون قادرة على الذهاب إلى ما وراء الغلاف الجوي. لكن في ذلك الوقت لم يكن العلماء يعرفون كيف يمكن تحقيق تلك الشروط، فلم تكن هناك محركات قوية، ولا تعرف البشرية كيف الوصول إلى الفضاء إلا بعد حربين عالميتين. فبدأ عصر استكشاف الفضاء في الرابع من شهر أكتوبر عام 1957. تم إطلاق أول قمر صناعي إلى مدار الغرب الذي تم إنتاجه من قبل الاتحاد السوفيتي، وتم تسمية القمر الصناعي رقم واحد، وكان عبارة عن كرة يبلغ وزنها 83 كيلوغراما. بعد ذلك نجح العلماء في إيصال مختلف الكائنات الحية إلى الفضاء مثل الكلاب والقرود والعناكب والذباب ومختلف الحشرات والحيوانات. وفي الثاني عشر من إبريل عام 1961 تم إطلاق مركبة فستق واحد الفضائية مع أول رائد فضاء في العالم وهو يوري غاغارين. صنع هذا الرجل ثورة في العالم بعد أن قطع طريقه إلى مسافة 41 ألف كيلومترا ثم عاد إلى الأرض، وأصبح مشهورا بين سكان الأرض لسنوات كثيرة، وبعدها تتالت الأرقام القياسية واحدا تلو الآخر، أول رائدة فضاء وأول مركبة فضائية متعددة المقاعد وأول خطوة للإنسان على سطح القمر. وفي 26 من شهر سبتمبر عام 2019 كان هناك 563 شخصا أتموا رحلاتهم نحو الفضاء، 499 رجل و 64 امرأة. وحسب تقديرات وكالة ناسا عام 2009 فقد قضى رواد الفضاء 10,000 يوما خارج كوكب الأرض، بما في ذلك أكثر من 100 شخصا خرجوا من مركبة الفضاء إلى الفضاء مباشرة. هذه الأرقام تقول أن الطيران في الفضاء أمر شائع، فبدلة الفضاء مثلها كمثل مركبة فضائية صغيرة يرتديها رائد الفضاء ويخرج من مركبته، ولكن مثلما من الممكن أن تقع حوادث على متن المركبة الفضائية فإن الحوادث تقع في البدلة أيضا. يمكن أن يحدث أي شيء، من بين تلك الأمور أن يغرق رائد الفضاء داخل البدلة أثناء سيره في الفضاء. تلك كانت تجربة رائد الفضاء الإيطالي لوكا بارميتانو في رحلته إلى الفضاء عام 2013، وبمجرد مغادرة المركبة الفضائية بدأت خوذته تمتلئ بالماء، فكانت المياه تتسرب من نظام التبريد، وبما أن الجاذبية ليست موجودة فقد كانت المياه تتدفق نحو الأعلى وليست نحو الأسفل، وغطت عينيه وأذنيه وأنفه بالكامل. كان التعامل مع الوضع مستحيلا حيث أنه لا يمكن له أن ينزع الخوذة، فاضطر إلى العودة إلى المركبة في أقرب وقت ممكن لكي لا يغرق. كانت الرؤية مستحيلة بسبب كثرة الماء في الخوذة، لذلك استعان بيديه لتحسس المركبة،
وفي النهاية وصل إلى داخل المركبة بأعجوبة وقد نجا من الموت. فهذه البدلة تتواجد تحت ضغط كبير، وأي ثقب بها يؤدي إلى عواقب وخيمة. سوف يتضخم جسم الإنسان بطريقة غير عادية. هذا ما واجهه قائد السلاح الجوي الأمريكي عام 1960 أثناء تواجده على مقربة من الغلاف الجوي تمزق قفازه الأيمن وبدأت يده بالتورم والانتفاخ، لكن لحسن الحظ أن يده عادت لحجمها الطبيعي بمجرد وصوله إلى الأرض، حيث أنه كان في ذلك الوقت يقوم بقفزة مظلية نحو اليابسة. فالمشاكل المرتبطة بالثقوب في البدلة كثيرة جدا، فانخفاض الضغط داخل البدلة يجعلها فارغة من الهواء، وإذا حدث ذلك في الفضاء سوف يكون الرائد في مشكلة كبيرة جدا. ففي هذه الحالة سوف يفقد رائد الفضاء وعيه خلال 15 ثانية فقط. فقد حدث ذلك مع أحد رواد فضاء وكالة ناسا، والذي فقد كامل الهواء الموجود بالخوذة أثناء اختبارات في هيوستن عام 1966. يقول رائد الفضاء بعد نجاته أنه شعر أن لعابه كان يغلي في فمه، ثم بعد ذلك فقد وعيه مباشرة. لحسن الحظ كانت هذه مجرد اختبار على الأرض، لو في الفضاء لكان الأمر أسوأ. سوف تبدأ كل السوائل في جسم الإنسان بالغليان، لأن الغازات الموجودة فيه تبدأ بالتمدد. إذا لم تكن لديك طريقة لحل المشكلة في بضع ثواني، فالاحتمال الأكبر أن جسمك سوف ينفجر. هذا هو السبب الذي يجعل بدلة الفضاء متينة للغاية، لدرجة أن من الصعب التنقل بها، حتى أبسط الحركات تتطلب الكثير من الجهد. أما عن خطر الشظايا الفضائية، هذه جسيمات صغيرة جدا ووزنها أقل من الجرام الواحد، لكن سرعتها يمكنها أن تصل إلى 36200 كيلو مترا في الساعة، وبالتأكيد لا يوجد بدلة فضائية يمكنها التصدي لذلك، إضافة إلى أن الحطام الفضائي كثير جدا، وهو أجزاء من مراكب فضائية قديمة والتي يعرفها العلماء بالقمامة المدارية، ولكنها ليست كالقمامة على الأرض. فاصطدام أي واحدة من هذه الشظايا برائد الفضاء يعني موته المؤكد. لكن أكبر ما يخاف منه رائد الفضاء هو الانفصال التام عن المحطة والضياع في الفضاء. يخافون ذلك أكثر من خوفهم من الموت بسبب الاصطدام بأجسام أخرى. يمكن تفسير ذلك بأن الاصطدام هو موت سريع، أما الانفصال عن المحطة هو موت بطيء إلى وقت نفاذ الأكسجين. لكن بالطبع يوجد احتياطات يلتزم بها رواد الفضاء. عند خروج رواد الفضاء من المركبة يكونوا مربوطين بكابل معدني طوله 26 مترا، بالإضافة إلى أنهم يعملون في فرق مكونة من شخصين عندما يخرجون من المركبة. ومن أجل الحماية أكثر، فإن كل رائد فضاء يكون مربوطا برائد الفضاء الثاني أيضا. يغادر رائد الفضاء الأول المحطة ويكون مربوطا بكابل معدني بهيكلها، بعد ذلك يربط نفسه بشريكه، ثم يربط الشريك نفسه بكابل معدني آخر بالمحطة وينضم إلى رائد الفضاء الأول في الخارج. هذا الأمر ضروري للحد من مخاطر الطيران بعيدا عن المحطة. والجدير بالذكر إلى أنه لم يتم فقدان أي رائد فضاء إلى الآن، لكن شخصين كانوا على وشك الضياع في الفضاء عام 1973. كان رائدي الفضاء خارج محطة الفضاء محاولين فتح ألواح الطاقة الشمسية التي أغلقت. كان في البداية العمل يسير حسب الخطة الموضوعة، وفجأة تحركت اللوحات الشمسية بشكل مفاجئ ودفعت رائدي الفضاء بعيدا، لكن لحسن الحظ استطاع الرجلين العودة إلى المحطة باستخدام الكابلات المعدنية المربوطة بهم، وانتهت القصة بشكل جيد. لكن ماذا لو تمزقت الكابلات المعدنية؟ يتم اليوم تجهيز رواد الفضاء بحقائب ظهر نفاثة تمكنهم من التحرك في الفضاء، مما يساعدهم على العودة إلى المحطة إذا حدث أمرا ما خارج المركبة.
ولكن ذلك ينفع فقط إذا ما كان رائد الفضاء قد ابتعد كثيرا. يتم التدرب على استعمال تلك الحقائب النفاسة قبل الذهاب إلى الفضاء، لكن ماذا لو نفذ الوقود من تلك الحقائب النفاسة؟ حركة أطرافك في الفضاء لن تساعدك على تغيير مسارك، مهما حاولت لا يمكنك فعل شيء. واليوم لا توجد مركبة فضائية مجهزة بتقنية يمكنها التقاط رواد الفضاء عند ابتعادهم، فعند الضياع في الفضاء كل ما يمكنك فعله هو البقاء والانتظار هناك حتى نفاذ الأكسجين. سيستغرق الأمر حوالي 7 ساعات ونصف، وبعد ذلك يفقد رائد الفضاء حياته نتيجة لذلك. لن يتحلل الجسم كما يحدث على الأرض، لكن مع مرور الوقت سوف ينحني الجسم بفعل التعرض لأشعة الشمس. سيتحول رائد الفضاء المفقود إلى مومياء ويدور في مداره إلى أن يصطدم في سفينة فضائية أخرى. أما إذا تضررت بدلته بفعل التصادم مع الحطام الفضائي، في هذه الحالة سوف تتبخر السوائل الموجودة في جسمه بسرعة، لكن حتى بعد أن تخرج السوائل من الجسم سيبقى موجودا ويتحول إلى مومياء هشة للغاية، ولم تبقى هذه المومياء في الفضاء لفترة طويلة. لكن على كل حال كل هذا مجرد نظريات فقط. في الوقت الحالي لا يوجد أي جثة في الفضاء الخارجي، ورغم حدوث بعض الحوادث المأساوية قبل ذلك مثل انفجار مركبة كولومبيا الأمريكية ومركبة الفضاء السوفيتية، إلا أن تلك الحوادث كانت على الأرض أو قبل اختراق الغلاف الجوي. أما إذا توفي رائد الفضاء داخل المحطة الدولية، فإن الجثة سيتم الاحتفاظ بها وإعادتها إلى الأرض لدفنها. والجدير بالذكر أنه يوجد في الفضاء جزيئات من الغبار البشري، حيث أنه بعد وفاة كلايد تومباو مكتشف كوكب بلوتو وإحراق جثته، قررت وكالة الفضاء الأمريكية رمي القليل من رماد جثته في الفضاء تكريما له على اكتشافه. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.